هير لوس، تساقط الشعر، مشكله كثار بيعانوا منها رجال ونساء. المهم نعرف السبب. في فحوصات معينه لازم تنعمل وكثير مهم تنعمل. زياده على هيك في تريتمنتس لازم تتاخذ، من اورال سبلمنتس، من سبرايز بنعمل بنعطى للشعر. كمان الميزوثيرابي كحقا، الفيتامينز مهمين جدا، والبي ار بي. البي ار بي اللي بينعمل بالطريقه الصح، يعني بيكون التيوب الصح، بيكون الديفايس الصح، كرمال يكون عم يعطي ليفلنج للشعر مظبوط، قد ايه لازم يكون عم يحقن الكميه، الدبث يعني الغمق اللي لازم يكون عم نحقن فيه، تفاصيل جدا مهمه. المطرح اللي ما في بصله ساعتها في انزرع الشعر كحل لهذا الموضوع، بس اكيد البيشنت بده يكمل جلسات فيتامينز وجلسات بي ار بي.